مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تواصل دوت كوم. تعالوا لنطلع على عناوين هذا العدد، وفيها متظاهرون يقتحمون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة ويرفعون العلم العراقي مكان الإيراني فيها. بعد ذلك نذهب إلى الأحداث الميدانية في البصرة، حيث اتهم مواطنون ميليشيا العصائب بتعمد إطلاق النار على متظاهرين. ثم نذهب بعد ذلك إلى التظاهرات التضامنية مع البصرة والتي خرجت في العاصمة بغداد إلى جانب القادسية والنجف وكربلاء ومحافظات أخرى. والختام سيكون مع تفنيد لادعاءات حكومية بأن متظاهرين أحرقوا أو حاولوا إحراق مراكز وأسواق تجارية. أهلا بكم من جديد. البداية مع حرق القنصلية الإيرانية في البصرة بعد اقتحامها وإضرام النار فيها، نتابع. هاي سفارة أبو عبيد، أنا هسه داخل السفارة فاعلها، يصيحون عراق برا برا. هاك شوف، هاي جوا بالسفارة. هو أبو زوين خنيف. الآن إلى مادة مصورة تبين كيف أنزل العلم الإيراني من مقر القنصلية في البصرة ورفع مكانه العلم العراقي. السفارة الإيرانية. الآن إلى مادة مصورة أخرى، وفيها المتظاهرون في البصرة يهتفون إيران برا برا والبصرة تبقى حرة. الآن إلى موضوع آخر، سيارة إسعاف تابعة لميليشيا العصائب، مواطنون قالوا إنهم شاهدوها وهي تدهس متظاهرين في البصرة، وهذا ما يظهره ويبينه المقطع التالي. خذوا البصرة، أروح لك فدوه، بس هاي العالم تكون ترتاح، البصرة تكون ترتاح، مرتاح، 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 مرتاح،
سيارات الاسعاف الدرسون بجانسينهم. كما تحدثوا سيارة إسعاف هي التي تسببت لإصاباتهم. الآن إلى ميليشيا العصائب والأحزاب التي اعتدت على المتظاهرين بإطلاق النار عليهم كما قال كثير من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي. هاي العصائب وعلي هاي العصائب هاي صوبوا على بعدنا هاي فحص العصائب صوبوا جماعتنا هاي العصائب صوبوا جماعتنا هذا العصائب صوبوا جماعتنا هاي خامس واحد صوبون العصائب. أحد المتظاهرين في البصرة يؤكد أن ميليشيا العصائب هي التي كانت تستهدف المتظاهرين في البصرة. شفت القتلة 12 قتيل 12 وين هنا وين هنا كلش ورا الصبة يم ببرة كلش أنا شلتهم بيدي. منو ضرب المتظاهرين؟ هم العصائب والله بعيوننا شفناهم وتوا طبت علينا الجكسارة السوداء شخلت الشباب كلها. إذا نسمع التلقاء شنو هاي التلقاء هسه؟ من عندهم العصائب تو طبت أقول لك جكسارة السوداء شخلتهم الشخل من الفرع وشردت هي مات العصائب. مادة أخرى مصورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وفيها الميليشيات وحرس الأحزاب يطلقون النار تجاه المتظاهرين في البصرة. الآن إلى مادة مصورة أخرى وفيها الميليشيات تستهدف المتظاهرين ولكن أين؟ هذه المرة قرب المشفى التعليمي في البصرة استهدفته بقنبلة ووقع عدد من الجرحى في صفوف المواطنين. انفجار يم مستشفى التعليمي على المتظاهرين. هذا انفجار هنا هسه صار ثقة العالم. هاي انفجار يم مستشفى التعليمي على المتظاهرين. من الواقع الميداني في البصرة نذهب وإياكم تجاه واقع تضامن مع محافظة البصرة وما يجري فيها. البداية من محافظة القادسية وتحديداً مدينة الديوانية حيث خرج أهلها بمظاهرات للتأييد والتضامن مع محافظة البصرة. عرفنا مشهد تضامن أهالي القادسية إلى مشهد آخر فيه التضامن كان حاضراً أيضاً مع البصرة. مظاهرات في كربلاء تحيي صمود محافظة البصرة وثبات أهلها وتعلن مساندتهم ضد الفساد والأحزاب الفاسدة كما نادى بذلك من خلال الهتافات
حشد من المواطنين. نتابع. نذهب الآن وإياكم من كربلاء إلى النجف، حيث أعلن أهل النجف تضامنهم ووقوفهم مع البصرة إلى جانب أبنائها المتظاهرين. حضور النجف الحمد لله والشكر زين. الحمد لله ان شاء الله تبقى مظاهراتنا سلميه ومستمرين بمحاسبه الفاسدين والمتلاعبين باموال العراقيين، سوف نستمر مهما كان السبب. الان نبقى في النجف ولكن الى هتاف اخر، وبطريقتهم المتظاهرون في النجف عبروا بطريقتهم الخاصه ب فكرة ما مضمونها صوت الشعب هو الحاكم وليس الكتلة الأكبر. نتابع. ختام مشهد التضامن والمؤازرة اخترناه لكم من العاصمة بغداد، ولكن قبل ذلك سنكون مع ما جرى في محافظة ميسان، حيث خرج الأهالي هناك للتضامن مع البصرة وأطلقوا هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. نذهب إياكم إلى ساحة التحرير في بغداد، وهناك المتظاهرون خرجوا في مظاهراتهم أيضا مؤيدين لحراك محافظة البصرة ولمطالب الشباب فيها. نتابع. الآونة الأخيرة، وبعدما تواصل الحراك الميداني في مناطق مختلفة من محافظة البصرة، خرج مسؤولون وأشخاص معدودون أو يدينون بالولاء إلى هؤلاء المسؤولين، خرجوا بتصريحات تشكيكية كما وصفها مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا نقلوا يعني بيانات ومعلومات خاطئة تتحدث عن
قيام المتظاهرين في مناطق مختلفة من البصرة بإحراق مول تايم سكوير وبعض المرافق التجارية الأخرى التي سنأتي على تفصيلاتها في القادم من المقاطع. المقطع التالي هي عبارة عن لقطات من داخل مول تايم سكوير بعد ورود أخبار تتحدث عن نوايا للمتظاهرين بإحراقه أو أنهم أحرقوه. تعالوا نشاهد اللقطات ونفهم منها ما الذي تريد أن تتكلمه هذه اللقطات. نتابع. هذا المول كل شيء ما بي، كل الأخبار الجاي تنزل مغرضة ومحرضة فقط لا أكثر. شاهدينا، إذن هو هذا مول تايم سكوير كما شاهدتم، الذي يقول بعض المعدودين على الأحزاب الحاكمة وبعض المسؤولين الأمنيين في القوات الحكومية إن أبناء البصرة قاموا بإحراقه أو حاولوا إحراقه. رأيتم هذه اللقطات التي تبين كيف أن المول يعيش حالته الطبيعية. الحالة الطبيعية ذاتها موجودة أيضا في لقطات مأخوذة من سوق العشار بعد ادعاء جهات تابعة للأحزاب أن المتظاهرين أحرقوه. تعالوا نتابع هذه اللقطات من سوق العشار. رحمة على والديكم عمي، لا تخربطون العالم، ماكو لا سوق العشار تستغيث ولا هم يحزنون. كافي عمي، ترى مستخدوها 24 ألف مكالمة جتني لحد الآن. كل شيء ما بي، هذا سوق العشار وهذا سوق الحب، لا لا حد يستغيث ولا نستغيث الوادي، أمور طبيعية. إذن اللقطة تؤكد أن سكونا وهدوءا تاما يعيشه سوق العشار، وليس كما يقول سين أو صاد ممن يدينون بالولاء للقوات الحكومية والحكومة الحالية وكل من يقف في الاتجاه المعارض لمطالب أهالي البصرة والتظاهرات الجارية حالياً في البصرة وغيرها من المحافظات. رأيتم كيف أن هذه اللقطات تضحد الاتهامات وتفندها وتؤكد أن متظاهري البصرة وغير المظاهرات الموجودة وغيرها طبعاً من المظاهرات الموجودة في مختلف المحافظات ما خرجت إلا من أجل العراق وليس لتخريبه كما يفعل الساسة. الآن إلى متظاهري البصرة من جديد وهم يهتفون يا مقتدى شيل ايدك، هذا الشعب ما يريدك. نتابع. في فقرة آراءكم اخترنا لكم موضوعا خاصا، وسيكون هذا الموضوع حاضرا معنا في هذه الفقرة من خلال تعليقات كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أن نذهب إلى التعليقات دعونا نشاهد الفيديو الذي سيكون مصحوبا بالتعليق أيضا. نشاهد هذه اللقطات. طبعا هذه صورة مأخوذة من كاميرا مراقبة تبين كيف أن يعني جهة معدودة أو محسوبة على بعض الأحزاب تقوم هذه الجهة باصطحاب ثلاثة شباب عراقيين. لاحقاً وجد هؤلاء الشباب وهم قتلى كما بيّنت صورة قبل قليل كيف كانوا مصطحبين. لاحقاً خرج مقطع مصور، هذا الذي تشاهدون يبين كيف وجدوا مقتولين في منطقة مناوي باشا في محافظة البصرة. هم ذات الشباب الثلاثة الذين التقطتهم عدسة كاميرا مراقبة معينة، ولاحقا انتشر مقطعا مصورا أو انتشر مقطع مصور يظهر الشباب الثلاثة وهم قتلى وقتلوا بيد الميليشيات كما تداول هذا الخبر باللفظ شباب عراقي عبر فيسبوك. نتابع الآن كيف علق جمهور العراق في فيسبوك على هذه القضية. في التعليق الأول محمد يكتب أو مهند، يقول مهند: الخزي والعار إلى كل من يسكت عن ظلم أهلنا في البصرة، الخزي والعار على المراجع الصامتة وعلى حزب الدعوة
العميل. مهند يتحدث عن واقع البصرة الحالي وكيف أن كل من يسكت على جراح أهلها مشارك، يعد مشاركاً في الألم الذي تعيشه المحافظة. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي سقر تكتب: ها قد بدأ العنف الميليشياوي في البصرة الحبيبة، وبدأت ذيول إيران باستخدام العنف المسلح ضد البصريين. هي رؤية واضحة تبين أن هناك ميليشيات تأتمر بأمر إيران هي التي تخرب في البصرة، وليس أهل البصرة الذين يعتدون على مولات تجارية، مراكز تجارية، أو على سوق العشار وغيره من المرافق التجارية التي يستفيد منها أصلاً أبناء البصرة، وإنما يقتلون بأيدي للأسف من يسمون عراقيين ويأتمرون بأمر إيران وغيرها. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي منيف يكتب: شنو نسيتوا الميليشيات اللي كانت تقتل بالناس تشمرهم لو مبين تنسون على السريع. منيف هنا أيضا يريد أن يشير إلى هذه الميليشيات، ميليشيا العصائب وغيرها من الميليشيا التابعة للأحزاب، إضافة إلى القوات الأمنية الحكومية التي للأسف تستهدف المدنيين من العراقيين. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي فاضل عباس يكتب: هل رجعوا جماعة توج الروس لشغلهم الأصلي، جماعة الجانب الآخر من السدة. الآن نذهب إلى التعليق الأخير وإياكم في هذه الفقرة، وكتبه أحمد ساجد. يقول أحمد: الله يرحم كل شهيد، هذول هم نواة الحرية والكرامة والعزة في بلدنا. لا تتصورون الأمر سهل، لكن تموت تموت ولا نفرق ولا نفرط بحقوقنا بعد. إذن هي رغبة أهل البصرة وكل العراق بالتحرر من هذا الظلم، بانتزاع الحق مهما ظل الآخر مستبدا رافضا أن يقدم الحق ويمنحه لأصحابه. البصرة حرة كريمة وعفيفة، البصرة وأبناؤها ليسوا إرهابيين، ولا هم خارجين عن القانون، ولا هم فوضويون، وإنما يريدون حقهم أسوة بأي بلد يفترض أنه يحترم مواطنيه. بعد الفاصل نذهب إياكم إلى تويتر. حرق القنصلية الإيرانية هو الهاشتاج الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج: حرق القنصلية الإيرانية. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العرابي يكتب: حق القنصلية الإيرانية في البصرة مؤشر دامغ على رفض العراقيين العروبيين للوجود الفارسي فوق أرض بلاد الرافدين، ورسالة ساطعة لملال طهران بفشل سياساتهم التوسعية في الأرض العربية. كان هذا رأي هذا الدكتور في المسألة. الآن ننتقل إلى رأي آخر وتغريدة جديدة. صقر ظاهر يكتب: لم تجلب إلا الدمار في كل أرض وطأتها منذ الأزل، وفي كل مرة تنتهي إيران بالطرد وتحترق في العراق. صقر يريد أن يقول إن نهاية النظام الإيراني، نهاية التدخل دائما يكون العراق ميدانها، لذلك لن يكون لإيران وجود. هذا ما يقوله هذا الشاب. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم. التغريدة الجديدة كتبها جوزيف. يقول جوزيف: لا لأجل عيون دول ثانية أو تأييد لسياسات دول معادية لإيران، الحرق ردة فعل وتصفية حساب ضد كل من شارك بدمار بلدنا العراق، حرق القنصلية الإيرانية. هذا الشاب يقول: ليست استجابة لدعوات الخارجية، ولا أننا مؤتمرون بأمر يأتينا من هذا أو من ذاك، وإنما هي ردة فعل طبيعية قام بها الشارع العراقي في البصرة تجاه من يرى أنه المتسبب بظلمه وواقعه المرير. إلى تغريدة الأخيرة نذهب إياكم، وكتبها علي عون. يقول علي: حرق القنصلية الإيرانية، دور إيران الفارسية التخريبي في العراق أصبح كارثيا وواضحا للعيان يعيشه الجميع، وحتى المواطن العراقي البسيط. شاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم
من برنامجكم تواصل دوت كوم. نلتقيكم لاحقا بكل خير، إلى اللقاء.